هاتريك امبارح كان عمل شغل وقلق في الدنيا كلها. صحيح. والعالم كله كمان يمكن يعني الدنيا اتقلبت على مؤمن زكريا برضو. ليه؟ لأن زي ما انتوا تابعتم النهاردة كانت الناس كلها بتتكلم على مؤمن بعد ما محمد يعني افتتح مباريات ليفربول بالهاتريك في الدوري الإنجليزي. ويمكن بعد الهاتريك طبعا كان في رسائل حب وكان في تقليد للحركة اللي بيعملها دايما مؤمن ورقم 8. وبعد ما شفنا تكريم الأهلي ومجلس الإدارة هنا والجماهير، صلاح كان ليه دور ووصل، يمكن وصل له ده هناك في انجلترا ووصلت له رسائل الدعم اللي من قبل جماهير الاهلي، وهو بقى كمان حب يشارك الملايين دي. تعالوا نشوف تقرير ونرجع تاني. لم يكن الاحتفال الذي قام به محمد صلاح نجم مصر وليفربول الانجليزي باول هاتريك له في البريمير ليج يوم امس بعد هدفه الثالث في مرمى ليدز يونايتد مجرد احتفال للتضامن مع مؤمن زكريا، وانما تجاوز ذلك ليصبح مصدرا للتعاطف العالمي مع نجم الاهلي الذي يمر بازمه صحيه كبيره. احتفال صلاح ومن بعده تغريده نادي ليفربول لدعم مؤمن زكريا معنويه فتحا الباب أمام الصحافة العالمية لتتحدث عن نجم النادي الأهلي وحالته الصحية، والإشادة أيضا بصلاح ومواقفه الراقية. صحيفة ديلي ميل البريطانية تحدثت عن احتفالية محمد صلاح وأشارت إلى حالة مؤمن زكريا، ونقلت تصريحات أدلى بها مؤمن مؤخرة بعد تكريمه في مختار التتش، كما أبرزت شبكة ESPN الحدث وتغنت بالصداقة القوية التي تجمع بين صلاح ومؤمن، ونشرت العديد من الصور التي جمعت بين اللاعبين في المنتخب المصري، مؤكدة أن صلاح احتفل بهدف ليفربول تكريما لزميله مؤمن. صحيفة The Sun أكدت أن صلاح حرص على إهداء أهدافه الثلاثة إلى صديقه مؤمن زكريا، وأشارت إلى أن مؤمن ليس لاعب الكرة الوحيد الذي يعاني من هذا المرض، بل هناك أيضا ستيفن داربي الظهير الأيمن السابق لفريق ليفربول والذي أنشأ مؤسسة لدعم الأشخاص المصابين به.